طب لو زرع باميه يعني هو في شهر 8 بدل ما يزرع كرنب زرع باميه، ايه اللي هيحصل معاه؟ والله اللي هيحصل انا ما زرعتش برضه عشان نبقى ايه صوره، بس زرع الباميه عايز زرع في شهر 8. اهم حاجه الباميه لازم تزرع في شهر 8 مش هتعطش. بص تلقاها على طول مجلبنه، كل وجبه تشرب، كل اسبوع تشرب، تمام؟ مش هتقعد تسمد فيها عشان تهي. لو خاصه لو ارض جيده، لو ارض جيده خالص خلي بالك يعني بص ممكن تبقى في طولك حتى انها تطرح يعني، بس بعد ما تطرح حجي تطرح فوق بعد كده تروح ايه وقت الطرح بتاعها يكون امتى؟ لما تنور، لما الملوخيه تنور التقاوي. يعني شوف احنا رمينا الملوخيه التقاوي، الملوخيه قاعد تحصد في شهر 11 يعني احتمال في اخر 9 هتبدا ايه؟ هتبدا تطرح. ده بالنسبه للباميه. بس المعاملات الكامله طب يعني كده معنى كده ان هي اصلا مصاريفها قليله يا عبدو؟ الباميه؟ اكيد مصاريف بالنسبه للمصاريف الشتويه مصاريف صفر يعني. انه برضه مش هتتسمد كتير. ممكن تاخدها تسميده او حاجه. معاملاتها الكتير هتبقى في الرش. الرش ايه طبعا؟ الرش الفطري غالبا. ليه؟ ان شايف حاليا احنا دي الكروم ده عايز صقعه، تمام؟ الصقعه دي ممكن تقعد الساعه 10 11. تنفعش في الخيار. يا تجيب له ندوه، تبص تلقى الخيار اخضر، تلقى تبص الورقه اللي هي اللي تحت دي ناحيه الجدر بدات تصفر. تلقاش الا الفرع اللي هو الشباب اللي طالع هو بتاع اخضر، فيحب مقاومه فطري، تمام؟ ترش حاجه للبياضه، يعني حاجه للندوات، الكلام ده هي هو اللي هيحصل، تمام؟ وبالنسبه طبعا للحشري هترش ناموسه كثير زي الباذنجان مثلا الباميه، ولكن تقريبا في الفتره دي مش هيكون يعني ايه، غالبا رش العنكبوت هيبقى ضعيف، بس تركيزي على الناموسه ورش الفطري. ده بالنسبه للباميه يعني. بس التقاوي في ناس تحرث الارض وترشها، تمام، وتسرب يعدي جرار يعمله. زي مثلا لما يكون واحد معاه ارض ناعمه وعايز يرميها صبه، عايز الغلط الداره يرميها بتاع ده حشيش للبهايم يعني، تمام. لا يحصل في الوقت ده هو يجي يرش بعد كده ايه، هتخدر طبعا الباميه، هتخدر في كل البقاع، تمام. هو ماشي طبعا هيسيب على الكتوف فوق، واللي في البطنيه ده مش هيخلي فيه حاجه خالص. هيخلي اللي على الكتف من الناحيه دي ومن الناحيه دي، طبعا مش هتفرق هو اصلا انت اللي هتفرق فيها دفى ولا عايز الناحيه دي. خدر من فوق، يخدر بالجنب، يخدر طبعا انت التخدير عالي، يبقى تخدير فوق وفي الجنب ومن هنا ومن هنا، يبدا بس يفلفلها عشان خاطر يدخلها الهواء عشان ما تبقاش غزيره وتجلبن معاه وتنام. طب ودي هتبقى مربحه يعني يا ابو حسن؟ الله اعلم. ممكن تبقى مربحه جدا على حسب السوق. على حسب السوق، لو خدمها الجو ممكن تبيت. يعني لو خدم الجو معاك ممكن تبيت، والافاده في المبيات هتبقى طبعا الضعف ضعفين، لان اول ما يجي مثلا لسه الزرع ده قاوم، يكون الزرع ده جدره كبير يضرب في التفريع، يبدا يطرح من الجنب لو في مقاومه، لكن لو الصقعه طبعا الصقعه تخليها هتنهي عليها. بس لو بيتت طبعا ايه اكيد هتبقى مربح، لان انتاجها هيبقى بدري وغزير. طبعا انتاجها بدري، يعني بدري بقى انت من ما هو يفكر مثلا لسه هيجني ها بالشوال بتاع ده هتجني. تجني وهو بعد مش هيحتاج يخليها الكلام اللي هو ايه، يخليه الواحد اللي زارع في شهر 1 وشهر 12 والكلام. مين ثلاثه كلهم هجيبهم مع بعض، خلي بالك شايف فوق. بسم الله ما شاء الله. شايف فوق ده كله اصبحت كتله منين؟ بجد شايف هو ها؟ جدع واحد ده كله ليه؟ ما شاء الله. وانتاج عالي خالص ما شاء الله يعني. سفرية عشان خفيف بس ما فيش. طب مزروعة امتى دي يا اخي؟ 25/7. 25/7 يعني. يعني اللي هي الخلفة دي تعتبر زي الخلفة. خلفة.
طيب يعني واضح انه فيهاش اي امراض ولا يعني؟ لا ما انا كان في بق في الناحية دي. رحت رشيتها سم جيتو رشيت، طبعا رشيت ركزت عليها. فهي قاعدة طاهرة برضه يعني. يعني دي البامية بتاعت الخلفة اللي هي مزروعة في شهر 8. مبدأ اول انتاج حاجة برضه عشان تبقى عارف يعني. اول انتاج ليها طيب ده؟ زي اول انتاج يعني الانتاج اللي فيها ده يعتبر اول انتاج. يعني احنا في شهر 10 النهارده حوالي 16 16. وخلي بالك ان ما زرعهاش عشان الارض كانت باميه بس، وفي بتاع خضر هنا ما. يعني خضرت وحدها. الارض مثل الارض كانت مزروعه باميه، كانت مزروعه باميه. وده طبعا على كل الحد يعني؟ لا مش غالبا يعني انحاء انحاء، ما هو هنا بص تلقى هنا شويه ومفيش، بعد كده تلقى شويه، وبعد كده هناك عند القنايه وهنا جنب الخيمه على حسب الغله لما نزلت يعني. ودي يعتبر باميه الخلفه دي. بص كميه الزهر اللي هيبقى فيه ما شاء الله. يعني ده على بعد 3 4 ايام كده بص هتلقى نوار كتير هنا، حتى في جذع هنا كان في وحده باميه. ده الانتاج بتاع باميه الخلفه. وفي يعني في جذع كبير طبعا شويه هنا. ما شاء الله دي باميه الخلفه ما شاء الله ظهر هنا. ما شاء الله بدا ينتج يعني. ظهر ايه يعني يعتبر باميه الخلفه ده يعني انتاج عاجي شهر 10. سمر في سمره. وادي الثاني ما شاء الله ما شاء الله، وبعدهم زهره وهزهره من الناحيه دي. يعني كده يعتبر ان تنتج الباميه الخلفه في شهر 10. لو زرع معاك مثلا بعد 3 ايام، لو زرعه ساده زي كده بعد 3 ايام تبدا بشاير جي هي تشتغل على طول. يعني شايف؟ يعني لو تزرع في 8 تنتج في 10. طبعا. شايف زهره هنا؟ زهره هنا. وهنا وراها بس وراها ده كله هيبدا يفتح وراها، هي يومين تبدا سمره. الزهره دي. وبعدين تبقى دي زهره، وبعدين في التالي هكذا هكذا شايف؟ حدث ما نصفه. ان شاء الله ربنا يوسع عليكم. الله ينور يا عبدو. الله ينور. الله يكرمك. لا شويه شاي من الاخر بصراحه ان شاء الله.